سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى افتتح فاتحة سورة الفاتحة التي هي فاتحة القرآن فاتحة الكتاب، افتتحها بالحمد وبين سبب الحمد أنه يحمد لأنه هو الله. الحمد لله أي لأنه هو الله جل وعلا المتصف بجميع الكمالات المنزه عن جميع النقائص والآفات، ولأنه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أي لأنه خالقهم ورازقهم ومربيهم وأقام تربيته لهم على أساس الرحمن الرحيم، فرباهم برحمانيته ورحيميته، فهو سبحانه الرحمن. والرحمن إذا اقترن باسم الرحيم يكون معنى الرحمن أي الرحمن بالرحمة العامة، والرحيم أي المتصل بالرحمة الخاصة، فهو سبحانه الرحمن الذي استوى على العرش بصفة الرحمانية. الرحمن على العرش استوى فعم جميع العوالم برحمانيته، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، فكل شيء موجود فهو محفوف برحمانية الرحمن رب العالمين. وهذا وهو اسم الرحمن إذا أفرد يشمل اسم الرحيم وتدخل الرحمة الخاصة أيضا. ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الرحمن ذكر اسم الرحمن، وذكر في جملة ما ذكر من أنواع رحمته ذكر رحمات عامة وخاصة. فإذا أردت أن تعرف مظاهر وآثار اسم الرحمن عاما وخاصا بما فيه من اسم الرحيم فانظر في سورة الرحمن. لقد ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أنواع نعمه وآلائه ورحماته لعباده، وهذه السورة سورة الرحمن من أعظم السور. ولقد جاء في الحديث الذي رواه البيهقي عن أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. فهذه العروس قد ذكر الله تعالى فيها أصناف النعم والآلاء على العباد، أشهدهم ذلك إشهادا، فرحمانيته مشهولة، آثارها مشهولة ومعقولة. ولهذا اسم الرحمن محيط في جميع الأكوان. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. أنت تقرأ هذه السورة دائما، ولكن ينبغي أن تدري وتفهم شيئا من معانيها،
وبحر القرآن لا نهاية له، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. قال الرحمن علم القرآن، هذه السورة سورة الامتنان، الحنان المنان يمتن على عباده ويذكرهم بنعمه وآلائه ورحماته لهم، التي هي مظاهر اسم الرحمن المشهولة في الأكوان والمشهولة في النفوس والمشهولة في العقول وفي جميع عوالم عرش الرحمن جل وعلا. إذن هي أمور مسلمة ويقين وقاطعة وساطعة، وأعظم النعم والآلاء وأول النعم وأعظمها إنما هو نعمة العلم بالقرآن. فقبل أن يذكر نعمة الوجود وخلق الإنسان ونعمة الشمس والقمر ونعمة البحرين مرج البحرين يلتقيان وما هنالك، إنما ذكر أعظمها وأعلاها وهو العلم. وأي علم من أشرف العلوم؟ إنما شرف العلم على حسب ما يتعلق به من المعلوم، فأي علم من أشرف؟ وشرف العلم على شرف موضوعه، فموضوع القرآن ومعلومه وبحثه من هو الله، لأنه كلام الله. وهل هناك أشرف من الله؟ وهل هناك أجل وأعظم من الله؟ لا يا إنسان. لذلك أول نعمة وأعظم نعمة امتن الله بها في سورة الرحمن على العباد، الرحمن علم القرآن، أي لأن هذا أعظم النعم. ولولا أنه نزل على يزل القرآن ويعلم القرآن ما عرفوا القرآن ولا فهموا ولا استطاعوا أن يقرؤوه، لأن أسلوب قراءة القرآن غير أسلوب تلاوة كلام الناس. الرحمن علم القرآن لمن؟ قال علمه لأشرف إنسان وأعظم إنسان، وأنزله عليه وعلمه تلاوته وقراءته في حين أنه لم يقرأ ولم يكتب، ثم أمره أن يعلم الناس. ولهذا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أي إنسان؟ الإنسان المقروء في القرآن من هو؟ فكر يا إنسان، فكر، من هو الإنسان المقروء بالقرآن؟ أنت؟ القرآن من نزل عليك؟ آدم؟ القرآن من نزل عليه؟ من هو؟ قال ما بعد، قل له لا لا تعرف. قال آدم، قل له لا، آدم جاي ذكره بعد. آدم سوف يأتي في الآية في السورة، يقول الله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا آدم عليه السلام. أما هؤلاء الإنسان من هو؟ قال كل إنسان، قل له لا، لأن الإنسان الأول الجسماني ذكره بعد وهو أبو الناس آدم، فيذكر أولاده قبل أن يذكره ولا ما ممكن؟ إن القرآن محكم يا إنسان، وحكمت آياته، ما هي هيك وصار من زين وخرب إصلاح يا إنسان. إذا من هو هذا الإنسان؟ هذا سيدنا محمد، هذا هو الأب الروحاني. أما آدم هو الأب الجسماني. الرحمن علم القرآن لأفضل إنسان، وهو خلق الإنسان أي أشرف إنسان على جميع الأنام، علمه البيان عن القرآن. وهذا هو قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن علينا جمعه، أي علينا أن نجمع لك القرآن في صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نقرئك إياه. أنت لست قارئا ولست كاتما ولا متعلما، لكن نحن نقرئك إياه، علينا جمعه أي حفظه وجمعه في صدرك، وقرآن علينا أن نقرئك إياه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبين لك معاني هذا القرآن، ثم بعد ذلك لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا من هو صاحب البيان الأول على القرآن؟ سيد الأنام وأشرف الأكوان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أي عن القرآن هذا سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا دليل على أن العلم بالقرآن هو أفضل العلوم لأن موضوعه كما قلنا هو الله وصفاته أسماؤه كمالاته وشرف العلم على شرف موضوعه فمن رزقه الله العلم بالقرآن ولو بسورة من القرآن ولو آية من القرآن نال الشرف الأكبر عند الله ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فضل كلام الله على سائر الكلام أي من الناس قال كفضل الله على خلقه أي ما في مناسبة يا إنسان فهذا القرآن هذا العلم به هذا موهبة ونعمة كبرى من الله فأول نعمة امتن الله بها على العباد أن علمهم القرآن الرحمن علم القرآن فهل مظهر هذا التعليم من أكبر مظاهر اسم الرحمن بما فيه من اسم الرحيم كما قلنا إذا أفرد اسم الرحمن يدخل اسم الرحيم بالرحمة الخاصة يعني الرحمن علم القرآن أي فليحرص من علمه الله القرآن على هذا الشرف وليشكر الله على النعمة ولهذا سوف يقول بعد سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعمة تكذبوا فيها معشر الإنس والجان من نعم الله ألم ينزل القرآن ويعلمكم يعلم رسوله فيعلمكم أليس هذا نعمة كبرى ألا يجب عليكم أن تشكروا الله عليها يجب ولا شك خلق الإنسان علمه البيان إذن ذكر نعمة ما يتعلق فيك وفي شعارتك في الدنيا وفي الآخرة ثم امتن بالنعم الآفاقية المحيطة فيك وهو أنت من عالم الشمس الشمس والقمر بحسبان حياة نظام العالم الحيوي إنما هو على الشمس الشمس والقمر بحسبان حسبان كما يقال هذا مصدر لكن فيه قوة وقوة وتأكيد حسبت حسابا وحسبانا حسبان أبلغ من حساب يعني ما قال الشمس والقمر بحساب بل بحسبان أي بحساب دقيق 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 جدا لا يمكن الإنسان أن يقف على حقيقته معنى بحسبان الشمس والقمر بحسبان أي هما يجريان شرقا وغربا بحسبان بحساب دقيق فتطلع الشمس في اللحظة الفلانية بيقول لك في كذا ساعة والدقيقة في الثانية تطلع الشمس تغرب الشمس في كذا هل يتخلف الأمر؟ وإذا بك تمام قال يعني جمعتين لكن بعد تخربط قل لا دائما على مواقيت سنوية وكل يوم لها مشرق وكل يوم لها مغرب وما يمكن أن يقع خربطة في الأمور إذا كيف هذا كل يوم لها مشرق كل يوم لها مغرب وهكذا الأمر وكل سنة يقول هكذا الأمر إذا الحساب الدقيق بدون اختلاط ولا اختبار هذا حساب من بدقة من بتقدير من بتحريك من قال هذا بقدرة الله جل وعلا فأشهدنا بأعيننا رحمته لنا في نظام الفلك الشمس والقمر بحسبان أي يجريان شرقا وغربا بحسبان بحساب دقيق بحسبان حتى يقطع المنازل والبروج ويترتب على قطع المنازل والبروج الفصول الأغراض وإذا بك يأتي فصل الخريف فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف بحسبان بحساب دقيق لا يتخلف ولا يضطرب إذن هناك حساب دقيق هناك حساب دقيق أجر الله الشمس عليه وقدر لها المقادير فمشت عليه فهو المسير لها بحسابه جل وعلا بمقادير قدرها لها جل وعلا لا تتخلف لأنه هو علمه بالحساب علم لا ينتهي جل وعلا وعلمه بحقائق الأمور ما له نهاية قال الشمس والقمر بحسبان أي يجريان بحساب إلى أجل مسمى أيضا لهم أمد معين إلى يوم معين
فإذا جاء ذاك اليوم وقفت الشمس ووقف القمر، كل يجي إلى أجل مسمى يوم القيامة. الشمس والقمر بحسبان، أليس ترى الشمس؟ أليس ترى أنها في دورتها منتظمة، وفي شروقها وغروبها منتظمة، والشروق والأصول الأربعة لها منتظمة؟ إذن أشهدك الله الرحمنية بعينيك، فلما يقل لك الرحمن إذن شهدك الأكوان، وعرفك ذلك في الآفاق العلوية والسفلية، ما لك أن تنكر. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. ذكر ما يتعلق بعالم الأرض، وهو النجم والمراد به النجم ما نجم على الأرض من النباتات الممتدة، والشجر ما قام على ساق. قال هذه أيضا لها حساب ومقادير وأوزان معينة وأوقات متناسبة بكميات متناسبة وإمدادات معينة، وكلها يجريها الله بمقادير معينة، وكلها منقادة لأمر الله، يسجدان لله، وكلها منقادة لأمر الله. فما لبست النفس من شأنها ولا من ذاتها بإنبات من الله، برعاية، بحساب، بوزن، بمقادير من رب العالمين. وما أيضا ارتفعت الشجرة بنسبتها وذاتها، وإنما بتقادير وأوزان وحساب من رب العالمين أجراها، فانقادت لأمره. وما لا يخرج عن أمرك، الشمس والقمر يسجدان في امتدادها وطولها وإنباتها وإثمارها، فما في شيء يتحرك من ذاته، ولا في شيء ينمو من ذاته، ولا في شيء يربو من ذاته، وإنما المحرك والمسكن هو الله جل وعلا، والكل منقاد لأمره. قال النجم والشجر يسجدان، والسماء على العلو، وما فيه من عوالم رفعها، رفعها أي تعالولها مرفوعة عالية، كان قال ما نعرف أبعاد، قال يعني فوق النجوم اللي فوق الكواكب، كل الكواكب اللي تراها دون السماء، والسماء فوق ذلك كله، السماء رفعها أي جعلها مرفوعة، ووضع الميزان، ووضع الميزان. ثالثي يقول الأرض ضاها للأنام، والأرض ضاها للأنام مقابل السماء رفعها، السماء جعل مرفوعة والأرض موضوعة، لكن بعد ما قالوا السماء رفع قال ووضع الميزان. هذا الوضع ما هو بخفض، لا، وضع نصب، أي ونصب الميزان جل وعلا، أي وضع الميزان، وضع الميزان ونصبه في الملأ الأعلى فوق السماوات، لأجل أن تجري الأمور بحكمة الله على دقة وعدل. هذا أي ميزان وضع الميزان؟ ميزان السكر؟ ميزان البصل؟ قال له لا، هذا شيء مقرون بالعالم العلوي، السماء رفعها ووضع الميزان، أي عنده جل وعلا. ايش انت عم تحكي؟ وينك انت؟ ما تفهم غير؟ قال ميزان الذهب، لانه عنده ذهب في دائما بزيلهم، ما بيعرف غير ميزان الذهب. هذاك الرجال بيع سكر، قال لا بيع سكر، هذاك بيع في قال بيع الميزان في، قال له لا 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 لا، ارفعها له هذا كله. هذا معاني علويه. ووضع اي ونصب الله الميزان، ميزان العدل والحكمه، ميزان العدل والحكمه والتدبير الالهي على وجه الحكمه والدقه. فلا يمكن أن يجري في الكون أمر إلا بحكمة من الله، هذا ميزان العدل والحكم الإلهية. هذا من الذي يتصرف به؟ قال هو الله، كما جاء في الحديث بيده الميزان. وهذا الميزان لا يمكن أن يجري في العالم، لا يخلق مخلوق، ولا تموت نفسه، ولا ترتفع شجرة، ولا يولد مولود، ولا يتحرك نجم، ولا هكذا يجري يسير القمر، ولا يجري بحر ولا نهر، ولا متحرك ولا ساكن، ولا تهب رياح، إلا بميزان من الله، بالموازين، بالمقادير،
بالنسب المعينة الذي تقتضيها حكمته جل وعلا. هذا الميزان هو الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول هي أوهام، لا نقول هي آراء بها حول القرآن، لا، خذ القرآن عن صاحب البيان كما قلت لك. من هو صاحب البيان عن القرآن؟ سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ ومن هذا القول نعرف ما هو هذا الميزان. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأه، في يد الله ملأه، لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها النفقات العطايا، مهما أعطى ومهما أنفق على العباد ما تنقص. سحاء الليل والنهار، أي يسح بالخير على العباد والرحمات والأرزاق والمعايش الليل والنهار. قال سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كم أنفق؟ كم صرف على العباد؟ كم أرزقهم وأعطاهم وأمدهم وما هنالك من أهل السماوات والأرض والعرش الفارش؟ قال أنا شمام العصو. قال مع ذلك فإنه لم يرد ما في يده، ما نقص، ما عنده شيء. قال وبيده الميزان يخفض ويرفع، أي يتصرف في خلقه بالعدل، يخفض الخفض القسط ويرفع الرفع القسط، فيخفض بالحياة بالموت ويرفع بالحياة، ويخفض هذا ويرفع هذا من حيث الرزق، ويخفض هذا ويرفع هذا من حيث الجاه، ويخفض هذا ويرفع هذا من حيث الصحة، ويخفض هذا ويرفع هذا من حيثيات ومتعدينات إلى آخره. فمن المتصرف؟ قال هو الله. وهل تصرفه خفضا ورفعا، إعزازا وإذلالا، إغناء وإفقارا، إحياء وإماتة وما شاكل، هل هذا يعني فيه ظلم؟ قال لا، كل هذا يجري على ميزان العدل، كل هذا بيده الميزان، فيزن الأمور بموجب حكمته وعدله، ويتصرف في خلقه كما يريد جل وعلا. وهكذا ميزان بالميزان، وما من رزق وما من نبات وما إلا بالموازين المعينة على حسب الحكمة الإلهية. وهذا قوله سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، قال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. النباتات بالميزان موزونة، أين ميزان؟ ميزان حكمته، ميزان عدله، ميزان تدبيره وتصرفه. نبت نبتت في الأرض ولو كان مثقال صنطي، قال هي بميزان إله رباني جل وعلا، من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين، أجعلنا لكم معايشة تعيشوا أنتم ورزقنا من لستم له برازقين من أولادكم وما هكذا وقدمكم ودوابكم، أي وسعلان للأرزاق، رزقناكم ورزقناه هو من تعولون به، مو أنت رزقت عيالك، الله رزقك ورزقك العيال، نحن نرزقكم وإياهم. وجعلنا لكم معايشة ولمثل المرازقين، وإن من شيء، أي ما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذا الأمور بالمقادير بالموازين الإلهية والحكم الإلهية يا إنسان، كل الأمور هكذا. إذا لما قال ووضع الميزان، إذا الميزان وضعه جل وعلا، هذا الميزان الذي وضعه وضعه لميزان عوالم الدنيا، أمور الدنيا، هذا وضعه قبل أن يخلق السماوات والأرض، لأن هذا قال والسماء رفع وضع الميزان، ليس هذا الترتيب في الوجود، أنه ما تقضي الجمع كما قلنا، وإنما يذكر سبحانه وتعالى حسب المناسبات الأمور. فوضع الميزان ثم خلق عالم الدنيا السماوات الأراضي، لكن الميزان منصوب وموضوع قبل حتى يعرفك أنه الحكيم العليم،
وأن كل شيء بمقادير. انظر في جسمك، في تركيبك الجسماني ترى دقة من المقادير، مقاييس ومقادير معينة، الحناجر ومسافاته ومساحاته، كل واحد له مساحة في حنجرته. لما اختلفت أصوات البشر؟ الاختلاف مساحات وهكذا، وتركيب الحناجر يا إنسان. فكل واحد حنجرته ما تشبه التالي، ولو أشبهتها مثل الماكينات تعطي صوت واحد الكل يا إنسان، لكن كل واحد له تركيب خاص. انظروا في الصور، كل واحد له صورة خصوصية، المزاج كل واحد له مزاج خاص. هذا لأنه كل شيء بموازين ومقادير، هو يعلمها وهو عالم بدقتها. أنت ما تحيط بها علما يا إنسان، أنت ما تحيط فيها علم. ولهذا قال ووضع الميزان. أما موازين الأعمال الأخرى وهو الثواب والعقاب والجزاء، تلك موازين أخرى يا إنسان يضعها الله يوم القيامة. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هنا قال ووضع الميزان كما يقال في الماضي. أما موازين الأخرى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، تلك موازين الحساب. أما وضع الميزان هي موازين لمقادير المخلوقات وتدابير أمورهم وتدمير وجودهم وأرزاقهم وحياتهم ونباتهم ومعايشهم وبحارهم وأنهارهم وجبالهم ونجوم والكواكب إلى آخره. فهذا الميزان غير تلك الموازين يا إنسان، هذا وضعه قبل السماوات والأرض. أما تلك قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي تلك الموازين للمحاسبة والجزاء، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو أنك عملت مثقال حبة من خردل خير يحضره الله للحساب والميزان، حطه في الميزان في الآخرة. ولو أنك عملت مثقال ذرة مثقال حبة من شر كذلك، هذا من حيث الجزاء، لأنه ما فضلت الوجود إلا بعد ميزان دقيق. أيضا لما أوجد هذه الذرة وهذه المقادير موزونة، أوجدها موزونة بالميزان الذي قال ووضع الميزان، وكل شيء عنده موزون، فوجودا موزونة ومقدرة ومعلومة، فلما بده يحاسبك عليها أيضا بحضرها للحساب يا إنسان، فوزنها أولا وسيزنها للحساب آخرا جل وعلا. ويسألك عنها، فيسأل كل إنسان عن عمله، عن قوله، عن معاملته، عما هنالك كله، ولو كان أشياء دقيقة. ولهذا جاء في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني مملوكين، أي عبيد، يعصونني ويخونونني فأضربهم، أي أنا أضربهم، أي يضربهم يعذبهم بنتقم منهم، فكيف أنا منهم؟ أي كيف ضربي وانتقامي منهم؟ قال إذا كان، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يرى ويحسب ما خانوك وكذبوك وعصوك وعقابك إياهم، أي بالحساب بالميزان، فإن كان عقابك إياهم قدر ذنوبهم أي مقابل تماما كان لا كفى فلا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان لك فضلا أي لك زيادة قص، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم أي أساو إساءة خفيفة أنت عاقب عقاب شديد، قال وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، بل يقتص منك في الآخرة يأخذ حقهم. قال فجعل الرجل يبكي، قال لما تبكي؟ ألم تسمع قول الله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ ما ترى الآن ولو كان مثقال حبة بده أول سبحانه وتعالى حاسبك عليها. قال يا رسول الله لا أجد لي شيئا خيرا من أن أفارقهم، أي الأحسن أتركهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار وجه الله، وأحررهم وأعتقهم حتى يخلص من المسؤولية المحاسبة عند الله يا إنسان. هذه موازين في الآخرة،
أما موازين العالم الآن الدنياوي السماوي والأرضي وحركات السكنات العلوية السفلية ووضع الميزان تلك موزونة قبل أن هكذا تنزل في العوالم قبل أن تنزل في العوالم بعدما أوجدها وزنها وهكذا ميزان العدل والحكمة الإلهية جل وعلا هكذا في سورة الرحمن يذكر أنواع جل وعلا من النعم أنواع من النعم وأصناف من النعم وهذا هو من جملتها أنه جاء أن الله تعالى سوف يقرأ سورة الرحمن على أهل الجنة في الجنة يقرأها عليهم قال وكأنهم حين يسمعونها من الله تعالى كأنهم ما سمعوها من قبل لما حتى يقررهم فيقول لهم ولمن خاف مقام ربه جنتان أي شاهدتم ولا لا هذه جهنم التي كذب بها المجرمون أي يريهم جهنم ويريهم الجنة هن في الجنة بروهم جهنم حتى يشكر الله على أنه أنعم عليه فخلصه من النار ليروهم جهنم وهن في الجنة لما قال لأنه بضدها تتميز الأشياء ولولا الليل ما عرفت النهار ولما يرويك جهنم تعرفت الجنة يا إنسان ولذلك في الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم لما بيولوا عنه أصحابه بيسمع إنه راح قال فيأتيانه ملكان فيأتيه ملكان فوق عيدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم قال فأما المؤمن أي ما تقول في محمد رسول الله فيقول أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله هذا سؤال في سؤال ثاني يسأل سؤال ثاني إلى جواب ثاني كما جاء في حديث آخر قدم معنا الحاصل قال فيقال له هذا الشاهد انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال عليه الصلاة والسلام فراهما جميعا رواك مكانك في الجنة حتى تتنعم لكن ليش رويك مكان في النار قال حتى تشكر الله انه لولا انت تؤمن بالله لكان هذا موضعك في جهنم هذا معنى قال فيراهما جميعا فيشكر الله يعني اذا ترى ذلك في الامر وفي الحشر وحين تدخل الجنة بكشف لك عن جهنم بالشوش عن صيف اهل جهنم نسأل الله العافية حتى تزداد شكر وتعرف نعمة الله عليك فيقرأ جل وعلا سورة الرحمن على أهل الجنة يذكرهم بالنعم ويقررهم بها ويقول لهم فبأي آلاء ربكما تكذبان أي هل منكم من يكذب بالنعمة وقد شاهدها ورآها يعني لا لم تكذب قال الرحمن الرحيم إذا الرحمن يشمل الرحمة الخاصة أيضا أما إذا اقترن بالرحيم فالرحمن رحمة العامة والرحيم رحمة الخاصة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إذا جمع بينهما فالرحيم الذي يرحم عباده بالرحمة الخاصة ما هي الرحمة الخاصة الرحمة الخاصة لها آثار ومظاهر كبيرة من جملتها ومن أعظمها وأعلاها أعطاك الإيمان يا إنسان هذا رحمة خاصة يختص برحمته من يشاء هي رحمة خاصة الإيمان قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي لولا أن الله فضل يرحمكم بالإيمان لبقيتم كفار ولولا يرحمك يا طاع بالطاعة وفق العمل الصالح لبقيت في الفسق فاشكر الله على النعمة يا إنسان ولولا فضل الله عليكم ورحمة زكى ما طهر منكم ما حزى من كفر ولا من فسق ولكن الله يزكي من يشاء يقول ايش نسوي يقول له كمل الآية والله سميع عليم
أي سلوه أن يزكيكم فيزكيكم، وأن يهديكم فيهديكم، ولذلك الله سميع عليم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هكذا علمنا الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصوم من الله زكي طاهر نفسك طاهرة، وصوم من الهداية فاستهدوني أهلكم، وصوم من العارف بيعينك، وصوم وصوم. أما أنت تدخل بنفسك لا. إذن الإمام الرحمة الخاصة يختص برحمة من يشاء، القرب والصلاح والولاية برحمة من الله خاصة يختص، لكن تعرض إليها أنت كما قلنا أسلوب طريقة يعطيك ما بحرمك. ولهذا قال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وعلمنا الدعاء أن ننال مقام الصلحاء ونال مقام القرب الأولياء. الله علم في القرآن، فقل في تعاليم الحق قال ربنا لا تزغ قلوبنا، أي قولوا ربنا، هذا ما التعليم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إيش معنى هذا؟ هنا أمران عظيمان طلبهم من الله، علمك دعاء حتى تسأله، وإذا سألته بيعطيك، ما هو بخيل كريم جل وعلا، لكن أنت اسأل سأله عن قلب حاضر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هو منه ثبات على الإيمان، أعطاك الإيمان نعمة، لكن هو منه ثبتك على الإيمان، تفوت على الإيمان. وإذا لم تصل منه الثبات وتركك لنفسك قد يذهب الإيمان، نسأل الله العافية. قال أنا إيماني مثل جبل، قل له ولو جبل، يا مجبال عندك تراحي. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة؟ قال كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أي بين أصحابه جهرا حتى يعلمهم، وهم يتعلموا يعلمون له، يصل الحديث إلينا نحن. كان يكثر أن يقول يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا ما ودعا لنفسه، هو معصوم صلى الله عليه وسلم، معصوم بعصمة الله، هذا تعليم لنا. قال أنس قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا آمنا بك وبما جئت بي، أي إيمان جازم قاطع مثل النهار ما في شك يعني، فهل تخاف علينا؟ أي تخاف يعني تغير؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم نعم، أي أخاف، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أي لذلك لا تعتمد على نفوسكم، هل تثبيت من الله، لا تغتر بنفسك، هل تثبيت من الله، فإذا طلبت منه التثبيت ثبتك الله. أما إذا اعتمدت على نفسك وكلك لنفسك يا إنسان، لا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تثبيت. كمان زيادة في القرب والصلاح والعمل التقوى، وهب لنا من لدنك رحمة، أي رحمة خاصة تقربنا بها إليك. ما هي هذه الرحمة؟ قال المصراط، قل له لا خلينا من المصراط عجلة، طيب دائما عيطها حالك مصراط؟ قال لا ما رأى، قل له لا خليها العجلة، خليها العجلة هي، هلا ما لها مناسبة بين الإيمان والمصراط والبنيان؟ قال شيء واحد، قال له بحث الإيمان والآية في الإيمان. قال إيش يا؟ قل له نرجع لصاحب البيان صلى الله عليه وسلم، لا قل له كلام الله له بيان صاحب البيان، علم خلق الإنسان علمه البيان صلى الله عليه وسلم. إيش قال في هذا صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو والصحابة تسمع، ولذلك نقل إلينا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يدعو في التهجد بعد ما يصلي تهجد، يقول اللهم إني أسألك رحمة من عندك، أي هي رحمة من لدني، هل من لدنك، من عندك، من لدنك واحد، اللهم أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها تعبي وترد بها غائبي وتزكي بها شاهدي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء مكروه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا وفي الآخرة، أي أكون من المكرمين عندك ممن أكرمتهم في الدنيا وفي الآخرة،
هذا وهب لنا من لدنك رحمة. قال خير أنا ما محفظ الحديث ويحيل المعنى إلى رسول الله. لا تقول وهب لنا من لدنك رحمة، قل في نفسك يا ربي مثل ما دعا رسول الله. الإمام أمامك لا تترك الأذوة وهكذا ويعطيك الله. وهكذا هذا وهو هب لنا من لدنك رحمة، أي قربا وصلاحا وإكراما وهديا فوق هدي، هذا مرتب الولاء يعني. من جملة الرحمة الخاصة النبوة، اختصاص من الله يختص برحمته من يشاء، هي غير رحمة وسع كل شيء، هذه وحدة يختص، هي خاصة من جملة النبوة. قال سبحانه وتعالى قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال أهم يقصدون رحمة ربك؟ لما نزلت النبوة والرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة تليق بمقامه. قالوا لما نزلت النبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، قال كفار قريش المعارضون المعاندون، كيف تنزل النبوة على محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب اليتيم؟ إذا كان ولا بد تنزل النبوة والقرآن، ينزل على واحد يكون غني كبير، تاجر كبير، يا تجار مكة يا تجار طائف. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، أي مكة وطائف، تاجر يكون غني كبير زنجيل يعني. إيه هذا؟ أما تنزل على يتيم والقرآن على يتيم؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى أهم يقصدون رحمة ربك؟ إيه هن من يقصدون رحمة الله وهي النبوة الخاصة الرحمة الخاصة، هن من يتولوا تقسيمها؟ هن من يتولوا تدبيرها؟ لا، إيه في شيء أهم من ذلك وما له قيمة عند الله والدنيا وما فيها، الدنيا اللي هي دنية وما له قيمة عنده جل وعلا، هن ما لهم تدخل في تقسيمه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعض فوق بعض الدرجات، أي الحياة الدنيا الثانية اللي هي إن الزوال ما لهم تدخل في تقسيمه ولا لهم حصة في اشتراك معه في التدابير، بده يروحوا بقى هن ايش يتولوا تقسيم الرحمة العالية الكبيرة النبوة والرسالة؟ إيه قبل كل ما الحصة فيما هو أدلة من ذلك، فإيش راحوا يعني بده يقسم النبوة لازم تدل على فلان وما تنزل على فلان. ثم ما أدراكم بالقابلية والاستعداد، الله تعالى أنزل النبوة والرسالة والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزلها عليه عن علم وعن حكمة، موازين الحكمة الإلهية وهكذا، والعلم الإلهي اقترض أنه هذا يكون نبي، فما هي المسألة طفرة؟ لا، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي الله أعلم بالمكان الذي تليق به النبوة والرسالة، تحط الرسالة فيه والنبوة. قال ولكن رسول الله، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، لكن هل نالها بالطفرة أو اتفاقا أو صدفة أو هكذا؟ قال لا، وكان الله بكل شيء عليما، الله عليم في آزال الآزال من قبل الأزل من قبل الأبد، في العلم اللي ماله أول وماله آخر، الله أعلم يعلم أنه لا يليق أن يكون خاتم النبيين وإمامه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبوة رسالة عن علم سابق إلهي، مو علمك إيش اللي هو 20 سنة 30 سنة ومحدود ومخلوق، علمه اللي مارسناها كان عن علم أزلي أبدي، نعم، وعن حكمة إلهية إنه لا يليق بختم النبوة إلا هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله بكل شيء عليما. وإذا النبوة من رحمة الله يرحم بها العباد، وهكذا من رحمة الله الخاصة، من رحمة الله الخاصة أنه سبحانه يغفر لك ويرحمك يوم القيامة يا مؤمن، فيتلافاك برحمته فيغفر ويدخلك الجنة التي هي رحمة الله،
وفيها أنواع الرحمات. قال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن الجنة رحمة. إيه رحمة؟ خاصة. أما يعمل الكل؟ خاصة. يختص رحمة من يشاء. قال ففي الجنة ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي الجنة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام قال في الجنة يقول الجنة أنت رحمتي أي خاصة أرحم بك من أشاء من عبادي. ويقول للنار أنت عذابي وعز بك من أشاء من عبادي. إذن الجنة رحمة الله يدخلونها برحمة الله وفيها رحمة الله. وأما الذين بيضت وجوههم اللهم بيض وجوهنا هم آمنوا بالله بيضت قلوبهم. قال فمن شرح الله صدره فهو على نور ربه. أشرق القلب بالنور صار على الوجه. أشرق على الجوارح فصاروا كلهم أنوار. فمشوا على الصراط بنورهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. صاروا يمشون على الصراط بنورهم بنور الإيمان المشرق على وجهه يمينه وشماله أمامه خلفه لبعيد. ولذلك لما يمر المؤمن على الصراط معه نور نور الإيمان تقول جهنم لما يمر عليها المؤمن حتى يصل الجنة تقول جهنم يجز يا مؤمن أي يمشي بسرعة فإن نورك يطفئ ناري أي نور إيمانك يطفي ناري. فيمشون على الصراط على نور ويدخلون الجنة على نور كلهم أنوار كلهم أنوار تتلألأ. هذا نور الإيمان هذا نور الإيمان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. إيش النور؟ نور الإيمان. ثم لهم على أشد كوكب دري بالسماء إضاءة دخلوا الجنة وإذا الأنوار تلألأت أنوار تلألأت وأضاءت لهم حتى صار الواحد منهم وجهه وثيابه وكل ما فيه أنوار تتلألأ. إيش قال عليه الصلاة والسلام في نور أهل الجنة وهم في الجنة بعد ما دخلوها؟ قال ولو أن رجلا من أهل الجنة أي من المؤمنين في الجنة اطلع إلى أهل الدنيا بدا سواره. لو أن رجل أهل الجنة بدا سواره أي ظهر سواره بلسه بدا سواره لأهل الدنيا قال لطمس نور الشمس. سوارك يا إنسان في الجنة بيعطي نور أقوى من نور الشمس. قال كما تطمس الشمس نور النجوم. وهكذا أيضا لو أن رجل من أهل الجنة اطلع أشرف على أهل الدنيا قال أضاءت ما بين السماء والأرض. هيك واحد من أهل الجنة يشرق على أهل الدنيا قال بضوء ما بين السماء والأرض. فقط الرجال قلوا لك كمان في النساء نساء المؤمنات كمان ورد في الحديث جاء في الحديث الترمذي وحسنه وغيره. قال ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لملأت الدنيا ريحا طيبة ولأضاءت ما بين السماء والأرض ولطمس نورها نور الشمس والقمر. طبعا كلام اللي بيطمس نور الشمس بيطمس نور القمر. فالمؤمن والمؤمنة في الجنة لهم أنوار الشمس والقمر لا تقف أمامهم يا إنسان. قال يا أخي هي قل نعم والأمر أعظم كما وصفه صلى الله عليه وسلم مش ما وصف. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن علم عن نبوة وأن ثاني العليم الخبير يحكي لك الأمور عن حقيقة. فهم دخلوا الجنة وأضاءوا أنوارا وتلألؤوا ودائما يزدادون في النور أي دائما يترقون بالنور والنور والنور حتى يعطيهم الله قوة قوة نور في الأبصار بحيث يثبتون ويتمكنون بنور أبصارهم
أن ينظروا إلى أنواره جل وعلا. قال كريما، قال لو أن رجلا أعطاه الله تعالى قوة أبصار الخلائق، الإنس والجن والحيوان والطيور، أعطاها قوة أبصار والنور البصري لإنسان واحد، ثم كشف له حجابا واحدا من 70 حجاب من الشمس، لما استطاع أن ينظر إلى الشمس. حجب الله الشمس بحجب، لكن لا تقول الحجب هي خيمة، هي نايلو، هي حديد، لا، حجب حجب غير أشياء، هذا ما تعرف. فلو كشف حجاب واحد وانت عندك قوة الأبصار كلها ما تستطيع النظر. قال ونور الشمس جزء واحد من 70 جزءا من نور الكرسي، أي من نور عالم الكرسي. ونور الكرسي جزء واحد من 70 جزءا من نور عرش الله. ونور العرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب، من نور الحجاب. قال حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. قال فانظر أيها المؤمن ما أعظم نور بصرك حين تدخل الجنة، ما أعظم نور بصرك حتى مكنك الله أن تنظر إلى أنواره جل وعلا. روح وأفكر، أبصر عندك نور، قوة بصر، قوة نور بصر، حتى سفاك أن ترى جمال الله. نعم، هذا بنور من الله، هذا بنور منه. لما دخل أهل الجنة الجنة، كما جاء في الحديث، إذا دخل أهل جنة الجنة يقول الله تعالى يا أهل الجنة، يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول الله تعالى أتريدون شيئا أزيدكم؟ تريد زيادة عما أعطيتكم؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ أي صنع أقمار وأنوار وشموس وفوق الشموس، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ عفيتنا 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 حتى رضينا. قال فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، أي هذا فضل منه. قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قرأ قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الزيادة؟ إذا لفضل منه حرية الله، ولما يتجلى عليهم يتجلى بالأنوار، أعطاهم أنوار وأنوار وأنوار، وتجلى عليهم بالأنوار أيضا، وأشرق عليهم بالأنوار، وراهم يتلألأوا بالأنوار حيثما كانوا وحيثما حطوا وحيثما كانوا. ولهذا جاء في الحديث رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أهل الجنة في نعيمهم، رؤية الحق جل وعلا في رؤية أسبوعية كل يوم جمعة، وفي رؤية أثناء الأسبوع للمقربين، وفي رؤية كل يوم صبح ومساء للخواص غدوة وعشية، وفي رؤية تتوارد عليهم في منازلهم هن، إما يذهبوا إلى عالم الكسيب هذا عام، أو أحيانا في منازلهم يتراءى لهم جل وعلا. ومن جملة هذا بين أهل الجنة في نعيم أي ديارهم يتنعمون في القصور العالية، إذ أشرق عليهم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم، أشرق عليهم نور من سطع عليهم، سطع عليهم نور من فوقهم، قال فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار تبارك وتعالى قد أشرق عليهم من فوقهم، أي وتجلى بالأنوار جل وعلا، فيقول السلام عليكم يا أهل الجنة. قال فيحييهم ويحيونه، وتبقى أنواره وبركاته في ديارهم. ثم قرأ قول الله تعالى
سلام قولا من رب رحيم. أي هذا معنى سلام قولا، أي سلام متواصل دائما قولا من رب رحيم يتوجه على أهل الجنة. الله بنفسه سلم على أهل الجنة، هو جل وعلا. سلام قولا من رب رحيم، ما قال سلام من رب رحيم. لو قال سلام من رب رحيم لقلنا بواسطة الملائكة يبعث له السلام، ملك من الملائكة قال له بلغ سلام. لا، سلام قولا من رب رحيم، أي الله بذاته يقول، هو بذاته مباشرة بلا واسطة، السلام عليكم أهل الجنة. إذا يا إنسان رزقك الله الإيمان، خصك برحمته، عليه فضل الله عليك وكرامتك عند الله، فأنت في رحمات خاصة من الإيمان في تهب أعضاء في الدنيا، تتقلص العمل الصالح، وإذا كنت في الآخرة نالك حل الرحمة الخاصة، ثم تدخل الجنة هم فيها خالدون، والرحمات تتوارد عليك. أشكر الله على نعم يزيدك منها، ونسأل الله التوفيق. وسيأتي تمام الكلام على قول الرحمن الرحيم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا عظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، لا مريضا فينا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا كسيرا إلا جررته، ولا قطيعا إلا وصلته، ولا حائرا إلا دللته، ولا بعيرا حضرتك إلا قضابك، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك غيرها إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. هذا وعد من وحد الله. صلى على النبي.